على الهواء مباشرة ينضم إلينا الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات العبرية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي. دكتور منصور، أهلا وسهلا بحضرتك. الركن الركين في المبادرة العربية التي يرتكز عليها العرب منذ مطلع هذه الألفية، دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بطبيعة الحال، في مقابل تطبيع شبه كامل من الدول العربية مع دولة الاحتلال. هل باتت إسرائيل تقبل بهذا، ولا هي لا تزال تصر والظروف مواتية على تطبيع مجاني حسبما تطالب من قديم الأزل؟ يعني بداية طبعا تحياتي لحضرتك في الاستوديو وللسادة المشاهدي القناة. الحقيقة والوضع الحالي بيقول لماذا توافق إسرائيل على مبادرة عربية، ولماذا توافق على إنشاء دولة فلسطينية مقابل تطبيع. أولا، الأوضاع في العالم العربي هي أوضاع تعتبر نموذجية بالنسبة لإسرائيل، تفتت، تشرذم، هناك عرب يساعدون أطراف خارجية على انهيار العالم العربي، هناك انقسام فلسطيني، تحاول مصر رأب صدع للانقسام الفلسطيني حتى منذ الأمس، والوفد الأمن المصري في غزة في اجتماعات متواصلة لبحث فك عملية الانقسام والوصول إلى المصالحة. إذن أنت أمام مشهد ينبئ ويقول أنه الوضع الفلسطيني غير جيد، الوضع العربي متأزم وغير جيد، فلماذا توافق إسرائيل؟ الكلام ده لو كان اتطرح على اسرائيل من 30 40 سنه كان ممكن يبقى بالنسبه لها امر سعيده به جدا، وامر ما كانت تحلم به. اما الان الاوضاع مواتيه لمزيد من الاستيطان، مزيد من المكاسب التي من ممكن ان تحصل عليها اسرائيل، سواء على مستوى الارض الفلسطينيه المحتله او على مستوى العلاقات الاقليميه، لان هناك بعض الدول العربيه تخدم وتقدم لاسرائيل خدمات جليله دون أن تطلب من إسرائيل ذلك. فبالتالي فكرة الموافقة على المبادرة العربية دكتور منصور بأخطاء ترتكبها تقدم هذه العطايا والهدايا المجانية لحكومة الاحتلال، ولا المسألة مرتبطة وبعض الأبعاد الأخرى قد تفعل ذلك عامدة؟ لا طبعا، في تعمد صريح وواضح، ومصالح تعلو على المصلحة القومية العربية وتعلو على القضايا العربية الأساسية، لأن هناك دول تريد أن تجعل لنفسها دور في المنطقة، وهي في الحقيقة دورها ينبعث ويقوم على علاقتها مع المحيط العربي المحيط به، لكنها اختارت طريق آخر، فهي تهدف وهناك تعمد لتقديم هذه الخدمات لإسرائيل. فالتعاون بين هذه الدول وبين إسرائيل وخدمة المصالح الإسرائيلية ومصالح عالمية أخرى يأتي على حساب القضايا العربية، وهي قضايا عادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أنت تتحدث عن قضية عادلة في كل شيء، نعم، لكن هناك أطراف عربية خدمت إسرائيل أكثر مما سعت إسرائيل نفسها لخدمة نفسها في هذا. على سبيل المثال أعطيك بعض النماذج. على سبيل المثال، دولة زي قطر تقدم لإسرائيل مش يعني ما كانت لا تحلم به طوال 40 سنة فاتوا من دعم حماس ضد فتح. على سبيل المثال، هذا هو الهدف الإسرائيلي، أن يظل الانقسام الفلسطيني. من يدعم يعني جمهورية مصر العربية بقدر عبد الفتاح السيسي تحاول أن تصل إلى المصالحة الفلسطينية، تحاول حتى اليوم الوفد الأمني يحاول مع إسماعيل هنية ومع الإخوة في فتح أنهم يوصلوا إلى توافق. لكن في هذه النقطة تحديدا دكتور منصور، البعض يرصد بالبناء على النقطة الذي تفضلت بها حضرتك مرتبط بالمساعي المصرية لإيجاد التوافق الداخلي الفلسطيني، يقول البعض أن قطر حيدت بالفعل برغبتها أو كرها عن المشهد تقريبا في قطاع غزة. كلام سليم وكلام صحيح، أن قطر مرغم أخاك لا بطل، قد حيدت بحكم الوضع الحالي والمقاطعة من الدول الأربعة وما إلى ذلك. لكن في النهاية هناك أطراف ما زالت موجودة داخل الجسد الفلسطيني لها علاقات وثيقة بقطر، وقطر تحاول كل بين الحين والآخر أن تنتهز أي فرصة لإفشال المصالحة. لذلك كان قرار رئيس عبد الفتاح السيسي إرسال وفد الأمن المصري منذ أول أمس إلى غزة لبحث الأمور على الواقع. كان من الممكن بكل بساطة أن تكون هناك اتصالات تليفونية، أو أن يأتي لا. أحد الإخوة من غزة إلى القاهرة، لكن أن يذهب طيب وفد هو أمن مصري. الإفاد ليس من أول أمس، الإفاد ممتد لأكثر من أسبوع تقريبا. دكتور منصور، البعض يرصد للطرف الأكثر فاعلية من الدول العربية وأكثر فاعلية ربما من الجامعة العربية بحسب هذا الرأي، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. القدر
المحتوم على القضية الفلسطينية وعلى الصراع العربي الإسرائيلي، المواقف التي باتت تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما ليس بآخرها القرار الخاص بتسارع الخطوات المرتبطة بنقل السفارة إلى القدس الشريف، هذا يعد عاملا إضافيا يزيد الضغط على الأطراف العربية ويجعل الأيدي مغلولة تماما على أن يكون العرب موقف ذبال. كيف يمكن رصد أو التعامل عربيا مع المواقف الأمريكية الحالية؟ بص حضرتك، الوصف اللي حضرتك قلته صحيح 100%، والوصف الحالي بيقول ان هناك بجاحة، ومش عايز اقول كلمة تانية، من جانب الامريكي في ان يعلن نقل السفارة يوم 15 مايو القادم اللي هو يوم النكبة الفلسطينية، وان الرئيس ترامب بالامس او اول امس قال انه ربما يحضر افتتاح السفارة في القدس. هذا معناه ايه؟ معناه انه ترامب واسرائيل والعالم ينظران الى العالم العربي ان عفوا في اللفظ لا قيمة لكم ولن نضع لكم اعتبار فيما نقوم به من خطوات. لماذا؟ لأنه العالم العربي بما يملكه من إمكانيات مالية ومادية وبشرية وموقع جغرافي وما إلى ذلك لم يوظف كل هذه الإمكانيات لتحقيق مصالحه. بالعكس، هناك من يسعى لدى الأمريكان على للحصول على مكاسب على جثة الفلسطينيين وعلى حساب القضية الفلسطينية. ثانيا، الوضع الفلسطيني نفسه وضع غير صحيح، لذلك يعني اسمح لي انه الرؤية المصرية في هذه النقطة انه يبدأ اولا بالمصالحة. هذه نظرة ثاقبة، انه بدل ما قابل العالم وقابل الامريكان واسرائيل وانا عندي مشكلة في ظهري، سكينة في ظهري وهي الانقسام الفلسطيني، فالرؤية المصرية بتقول الاول اعمل مصالحة فلسطينية، يبقى عندي جسد فلسطيني، علم فلسطيني، رؤية فلسطينية موحدة نستطيع بها ان نقف وجه العالم ونواجهه. حتى هذه احنا تعبانين فيها، وفود راحة جاية وعمليات مصالحة ومشاورات ووعود ان ممكن تتم مصالحة على مستويات متعددة، المستوى الاداري، مستوى السلاح، مستويات كتيرة جدا، لكن في النهاية انت ما زلت حتى الان لم طب لكن يا دكتور منصور، يعني تامة. العرب كان لهم ان يتفاوضوا او كانوا يراهنون على تفاوض وفق مساحة معينة كانت تشمل هذه المساحة القدس الشرقية، المساحة بمفهومها السياسي والمفهوم الجيوسياسي لها. بالامس او اول امس تحديدا باشاره حضرتك لتصريحات دونالد ترامب، كان في استقبال بنيامين نتنياهو وفي حضوره مؤتمر الايباك للوبي الصهيوني في الولايات المتحده الامريكيه، قال كان يتعين علينا ان نزيح عقبه اساسيه من على مائده المفاوضات وهي القدس. ازحنا القدس من على مائده المفاوضات، هذا يعني ان العرب ان شاءوا ان يتفاوضوا عليهم ان يتفاوضوا وهم يتحدثوا بعيدا عن القدس. كيف يمكن التعامل اذن مع امر واقع صار محتوما عليهم؟ هذا الامر الواقع اللي حضرتك قلته شرحته باستفاضة، انا من وجهة نظري انه لازم اتخاذ اجراءات ايجابية من قبل العرب. بمعنى انا عندي القدس شرقية وغربية، السفارة الامريكية في القدس لن تكون في القدس الشرقية، ستكون في القدس الغربية. الفلسطينيين لهم حق ايضا في القدس الغربية، لكن دعنا نكون واقعيين او براجماتيين في تفكيرنا، وهو كيف نصل الى ما يمكن ان نصل اليه. ما يمكن ان نصل اليه هي القدس الشرقية. القدس الشرقية كان هناك موافقة سابقة في الكنيسة في 2005 باعتبار ان في ثلاث بلدات في زمام القدس الاداري تكون عاصمة دولة فلسطينية، ويتم التعامل مع الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية سواء على مستوى وان يكون اشراف من وزارة الاوقاف الاردنية والفلسطينية وما الى ذلك. فبالتالي يجب على العرب الان ان طرح وبقوة ان تكون القدس الشرقية هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية. مسألة ان السفارة الامريكية ممكن تتنقل رغم ان هذا يعارض القانون الدولي وكل قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية، الا انه في النهاية هناك دول ممكن ان تحذو حذو الولايات المتحدة الامريكية. ماذا ستفعل؟ الولايات المتحدة الامريكية تنقل سفارتها بالفعل. هل تستطيع ان توقف استثماراتك مع امريكا؟ طبعا لا. هل تستطيع ان توقف صفقات السلاح المتعددة؟ بالتأكيد لا. هل تستطيع ان تقطع علاقاتك؟ ولا انادي بهذا على فكرة، لا. طيب لازم الامريكان يحسوا ان هم امام جانب او اطراف، اولا تكون هذه الاطراف لها رؤية موحدة. انت لا تستطيع حتى هذه اللحظة ان تكون رؤية عربية موحدة لصالح قضية الفلسطينية. دي لبنة اولى. العالم ينظر اليك سيدي على انك انك مختلف في الوصول لحقك. هناك اطراف عربيه تقول للامريكان مفيش مشكله ان القدس الشرقيه القدس تكون عاصمه لدوله اسرائيل، وهناك اطراف عربيه اخرى تساعد اسرائيل. فبالتالي ا ب
زي ما قلت المصالحه الفلسطينيه اولا، ثانيا الوصول الى رؤيه عربيه موحده، ثالثا ان يكون هناك مقاومه على ارض الواقع في الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني لازم يساعد قضيته باستمرار المقاومه. المرحوم ياسر عرفات كان يتفاوض على مائده المفاوضات، وفي الوقت ذاته كانت تقوم عمليات مقاومه، كان وصل تقريبا انه ياخد القدس الشرقيه عاصمه و94% من مساحه الضفه الغربيه. لكن بعد وفاه عرفات المبدا الفلسطيني الان وهو التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض. امراض اصيب بها الجسد الفلسطيني كما اصلت لذلك دكتور منصور ما بعد رحيل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور منصور عبد الوهاب استاذ الدراسات العبريه والمتخصص في الصراع العربي الاسرائيلي، شكرا جزيلا لحضرتك.